الرئيس المصري، الحكومة المصرية، البرلمان المصري بغرفتيه، المواطن المصري اللي نزل وقف في الميادين، أربع أطراف شديدة الوضوح هي الأركان الأربعة الأساسية للدولة وللوطن المصري، رفضت تهجير الفلسطينيين إلى أي بقعة من بقاع الأرض، ده واحد. رفضت تصفية القضية، رفضت التنازل عن أي شبر. تيجي تقول لي البرلمان هيروح يمرر قانون يهدد الأمن القومي المصري والسيادة المصرية؟ يعني طيب، معانا على التليفون سيادة اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك يا أستاذ يوسف. إزاي حضرتك؟ يعني عندما نتحدث عن الأمن القومي فإحنا لازم هنرجع لحضرتك في هذه الأمور، ويمكن القانون الأخير الذي تعرض لمحاولات التشويه والتقول عليه، وأنا أعتقد أنها الشائعات التي يطلقها الإخوان من كل حدب وصوب، وللأسف بعض الناس يعني إيه دماغها بتتزغزغ لما بيسمعوا الكلمتين دول، ويمكن يكون بحس وطني وخوف على مصر وعلى أراضينا المصرية، لكن محتاجين نفهم من حضرتك أكتر. أستاذ يوسف، أولا القانون اللي اتعرض، طبعا القانون كان هناك دولة حريصة على طبعا تشجيع الاستثمار وإزالة كل المعوقات التشريعية، إزالة كل المعوقات التشريعية اللي بتواجه المستثمرين. عندنا القانون 143 من سنة 1981، هذا القانون كان فيه مادتين، المادة 11 و 12. المادة دي أو المادتين 11 و 12 الفقرة الثانية بتحظر على ان تملك الاراضي الصحراويه للاجانب، الا طبعا هناك نسبه، الا اذا كان هناك نسبه مشاركه من المصريين تتعدى 51%. طبعا القانون رقم 72 لسنه 2017، القانون الخاص بالاستثمار، واحنا اجرينا عليه تعديلات كثيره جدا بغرض يعني تشجيع المستثمرين على الاستثمار في مصر. طبعا كان هناك عدم توافق بين القانونين دول، وبالتالي القانون أو الأحكام اللي معروضة خاصة بتحقيق التوافق بين القانون 143 والقانون اللي هو 72 لسنة 2017 فيما يخص تشجيع الاستثمار وتملك الأجانب للمشروعات الاستثمارية أو التوسع في هذه المشروعات. طبعا هذا القانون او هذا التعديل، احنا بنشوف دول يمكن موجوده جوار لينا بتمنح اراضي للمستثمرين بدون حتى اي فلوس لتشجيع الاستثمار. يمكن المغرب يعني دوله، وامريكا بتمنح المستثمر اللي بيقدم مشروع او استثمار بتديله حق الجنسيه اللي هو تمنحه الجنسيه الامريكيه. فهناك حوافز وحاجات كتيرة جدا بتمنحها الدول لتشجيع المستثمرين على انهم يستثمروا في طبعا داخل هذه الدول. عايز اقول ان بالنسبة ما اثار حول هذا القانون اللي يضر بالامن القومي المصري ليس له علاقة بالامن القومي المصري، لان موضوع سيناء لها قانون خاص بيها ويحظر تملك الاجانب للأراضي في سيناء، ويمكن ده أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي أيام أن كان وزيرا للدفاع، اللي هو أصدر قانون خاص يحظر تملك الأجانب للأراضي في سيناء. الأراضي المخصصة للدفاع عن الدولة دي أراضي برضو خط أحمر، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتفتح فيها الاستثمار، وإحنا عارفين طبعاً أن الاستثمار بيمر بمراحل كبيرة جداً وموافقات من جهات عديدة، منها طبعا القوات المسلحة وأجهزة عديدة بتمنح المستثمر أو توافق على أن يعني تسمح بالاستثمار في هذه المناطق. فطبعا نطمن كل المصريين أن جهات عديدة يعني مسؤولية أو مؤسسات عديدة في مصر مسؤولة عن الأمن القومي المصري وحريصة على الأمن القومي المصري. ويمكن احنا شفنا في موضوع المخطط تهجير الفلسطينيين
من قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء. يعني التصريحات اللي أقام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي وصرح أن موضوع التهجير إلى سيناء ده خط أحمر لأنه يضر بالأمن القومي، ولن نسمح بتصفية القضية الفلسطينية ولن أسمح بتهجير الفلسطينيين خارج أراضي. عظيم جدا، أنا بشكرك جدا يا فندم. كمل يا فندم، أنا معاك. فموضوع يعني ما يصار من الإخوان وتلك الجماعات، إحنا متعودين على هذا الكلام. يمكن لما جينا موضوع قناة السويس وكان هناك أزمة فيما السفينة اللي كانت جنحت، وأقرينا أن يبقى في صندوق خاص لمواجهة مثل هذه الظروف، طلعت برضو الإشاعات أن إحنا بنبيع قناة السويس. وهذا الكلام طبعا دايما هم حريصين على أنهم في أي حاجة يعني بتقوم بها الدولة المصرية لصالح الدولة بيشككوا فيها وبيصيروا مثل هذه الموضوعات. هل الإخوان يعني حريصين على الأمن القومي المصري أكثر من أبناء هذا الوطن؟ والله يا فندم يعني في الحالة دي نرجع على طول لتصريحات الرئيس الفلسطيني السيد محمود عباس أبو مازن في تصريحات سابقة من كذا سنة. هو تحدث عن أنه محمد مرسي رحمة الله عليه، يعني الرحمة تجوز على الجميع أمواتا كانوا أو أحياء، أنه هو عرض على الرئيس أبو مازن صفقة تبادل أراضي وبيع إقرارا لمخطط إسرائيلي. يعني في النهاية خالص الرجل صاحب الشهادة لازال حي يرزق، وقال الكلام ده في حياة محمد مرسي، وقال أنا مستعد أواجهه بهذا الكلام. فلا الإخوان لا ليهم في وطن ولا في مواطنة ولا يفهمون معنى التراب الوطني، ولا هم كانوا حريصين على مصر، بل هم كان عندهم مخططات لبيع كل شيء في مصر تقريبا. يعني دول كادوا يبيعوا الهرم. فأنا بشكرك مرة تانية سيادة اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري.